بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 81. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب فضائل الأعمال، إذ قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود وغيره من حديث أبي هريرة: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه أن الإنسان إذا سعى إلى الصلاة، خرج من بيته يريد الصلاة ولكن وجد الناس قد صلوا، فإنه يكتب له مثل أجر من أدرك الصلاة بناء على نيته ومقصده، لأنه خرج لطاعة الله عز وجل، فالله يعوضه عما فاته فضلا منه وإحسان. نعم. ولمسلم من حديث سهل بن حنيف: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لأن المدار على النية، ما دام أنه نوى وقصد أن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجر الشهيد بنية صادقة، فإن الله يكتب له أجر الشهيد ولو لم يقتل في سبيل الله، ولو مات على فراشه، لأن نيته تقصد ذلك وتريده، ولكنه لم يتمكن منه. نعم. وله عن أبي هريرة مرفوعا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. نعم، من دعا إلى هدى، إلى هدى الله سبحانه وتعالى، دعا إلى الكتاب والسنة، دعا إلى الله، فإن الله جل وعلا يعظم له أجره ويكتب له من الأجور مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور التابعين شيئا، تفضلا منه سبحانه وتعالى. وعلى العكس، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فعلى الدعاة إلى الله أن يتمثلوا هذا الحديث ويحسنوا القصد في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويحرصوا على هداية الناس وعلى إرشاد الناس وعلى توجيههم الوجهة السليمة الحسنة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وعن أبي كبشة الأنماري مرفوعا: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه الذي يعمل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. نعم، وهذا يدل على مثل ما سبق أن الأعمال بالنيات كما قال صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إذا نوى أن يعمل مثل عمل فاعل الخير لكنه لم يتمكن فإن الله يؤجره على نيته ويلحقه بمن عمل تفضلا منه وإحسانا. وكذلك من عمل السوء وخبط في ماله بغير علم، فمن يتمنى أن يكون مثله في ذلك فإنه يكتب عليه من الإثم مثل ما يكتب لمن فعل هذه السيئة. فعلى المسلم أن يحسن النية ويخلص النية لله عز وجل، وأن يتمنى أن يكون مع الصالحين ومع المؤمنين. قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وفي الصحيح إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر. نعم، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الخارجين في سبيل الله الجهاد في سبيل الله أن رجالا بالمدينة لم يخرجوا لأنهم حبسهم العذر المرض أو نحو ذلك، فكانوا يسيرون معهم بالنية لا بالفعل، يسيرون معهم بالنية ويشاركونهم في الأجر بناء على نيتهم الصالحة ومقصدهم الحسن. فمن نوى الخير عن صدق ورغبة كتب الله له من الأجر مثل أجر من فعله إذا كان له عذر حبسه عن المشاركة في هذا العمل. نعم. ولأبي داود مرفوعا من نام ونيته أن يقوم فنام كتب له ما نوى. نعم، من نوى أن يقوم من الليل ويتهجد لكنه غلبه النوم فإن الله يكتب له أجر القائم بناء على نيته، بناء على نيته وقصده. نعم. ولمسلم من حديث عمر من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. نعم، وهذه درجة أخرى، أن من نوى أن يقوم من الليل وكان عادته أن يقوم الليل ويقرأ من القرآن ما تيسر له ثم غلبه النوم فإنه يكتب له أجر قيامه تفضلا من الله سبحانه وتعالى بناء على نيته الصالحة. وكذلك إذا قضى صلاة الليل في النهار فإنه يكتب له أجر من قام الليل، فهذا فيه فضل عظيم، وأن الإنسان يستدرك إذا فاته قيام الليل يقضيه في النهار، إلا أنه يشفعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بعد أن فرغ من باب فضائل الأعمال باب صلاة التطوع. صلاة التطوع يعني صلاة غير الواجبة غير المفروضة النوافل، صلاة التطوع يعني صلاة النافلة. نعم. عن ابن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. نعم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف صلاة الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين ولا يسرد الركعات جميعا، فهذه صلاة الليل صلاة التهجد أنها مثنى مثنى، فإذا خاف المصلي
القائم من الليل خاف طلوع الفجر فإنه يوتر بركعة واحدة توتر له ما صلى. نعم. ولمسلم قيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال أن يسلم في كل ركعتين. مثنى مثنى يعني يسلم من كل ركعتين ولا يسرد الركعات بسلام واحد. نعم. ولهما عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة. يعني يدعونها يسمونها العتمة. نعم. وهذا اسمها في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أن تسمى صلاة العشاء. نعم. بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ويصلي مثنى مثنى ثم يستريح بعد صلاته على جنبه الأيمن، فإذا جاءه المؤذن يخبره بحضور الصلاة فإنه يقوم ويصلي ركعتين راتبة الفجر ثم يخرج للصلاة صلى الله عليه وسلم. يضطجع بعدها. فراتبة الفجر بعد طلوع الفجر، وما قبل طلوع الفجر هذا يسمى قيام الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد صلاة الليل، كان يضطجع بعد صلاة الليل ليأخذ راحته على جنبه الأيمن. نعم. ولهما عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. نعم. هذا يدل على الفرق بين التهجد وبين الوتر. التهجد يسلم من كل ركعتين، وأما الوتر فإنه يقرنه 3 أو 5 أو 7 ولا يجلس إلا في الأخيرة، لا يجلس إلا في الأخيرة ويتشهد ويسلم، هذا يسمى الوتر. ففيه فرق بين الوتر وبين التهجد. نعم. ولهما عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. هذا يدل على أن وقت الوتر من صلاة العشاء مع راتبتها إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر ووقت للتهجد. فإذا طلع الفجر فإنه يصلي ركعتين راتبة الفجر ثم يخرج للصلاة. نعم. ولهما عن ابن عمر مرفوعا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. هذا فيه أن صلاة الليل تختم بالوتر، ولو أنه أوتر أول الليل ثم قام في آخر الليل فإنه يصلي مثنى مثنى ولا يكرر الوتر مرة ثانية، يكفي الوتر الذي في أول الليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. نعم. ولمسلم عن أبي سعيد مرفوعا أوتروا قبل أن تصبحوا. أوتروا أي صلوا صلاة الوتر قبل أن تصبحوا، أي قبل أن يطلع الفجر. نعم. وله عن جابر أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. نعم. من وثق من قيامه في آخر الليل فإنه يؤجل الوتر إلى آخر الليل،
ومن لم يثق من قيامه في آخر الليل فإنه يوتر في أوله بعد صلاة العشاء براتبتها، ثم إذا تيسر له وقام في آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر له ولا يكرر الوتر، يكفي الوتر في أول الليل. نعم. فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. قراءة يعني صلاة آخر الليل محظورة، يعني تحضرها الملائكة، وذلك أفضل من أول الليل. نعم. أحسن الله إليكم. اختصاص آخر الليل بحضور الملائكة هل هو لأجل التنزل؟ لا، أفضل يعني حضور الملائكة فيه أكثر يعني. نعم. ولمسلم عن ابن عمر وابن عباس أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل. الوتر ركعة من آخر الليل، هذا دليل على أن الوتر يكفي فيه ركعة، وإذا كان قبله الشفع فهو أفضل، وإذا كان قبله أيضا تهجد فذلك أفضل وأفضل، ولكن آخر الدرجات أن يصلي ركعة في آخر الليل تكون وترا له. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروس شرح كتاب الحديث، نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير، والسلام.